قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن بعد تلقي بلاغا عن ممارسة قائد مركبتين التفحيط وصدم مركبتين ومحاولة دهس الموجودين أثناء الهروب من الموقع واعتداء أحدهما على مواطن بسلاح أبيض أمام منزله، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وجارنا. شرطة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما مخالفات صدم وهروب. قبضت شرطة منطقة الرياض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم ببعضهما إثر خلاف بينهم، وقام أحدهما بصدم مركبة أخرى والهروب من الموقع. وقال الأمن العام جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم.